عليك يا مرد هذيش، تعالوا تعالوا. نعم مبارك لكم بأهل الحيل افتتاح مخزن مهدي فرع الحيل، وبهذه المناسبة هبطة على الأقمشة 50% خصم على الأقمشة. وانتوا جايين من جسر الخوض متوجهين إلى جسر الموالح تحت آخر نفق المكان، عرفتوه؟ هذا هو مخزن مهدي الفرع الجديد، فرع الحيل على الشارع العام. متين تبدأ الهبطة؟ من اليوم الثلاثاء الى متين؟ الى السبت تاريخ 25 الحق مثل الحق. واي قماش يعجبك اختاره، والقطعه مقصوصه وجاهزه. تعب نفسك تسال هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم؟ هذا المينيو موجود، سعر المتر والاكثر مبيعا، اختار وبتلقى القطعه مقصوصه وجاهزه. هذا بالنسبه للحيل يا هل نزوه، من هين حلوات السيفي بالسوق، مخزن مهدي هناك موجودين مسوين هبطه.